بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد، سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمر بالعدل. العدل الذي هو التوسط في الأمور بين التفريط والإفراط، أمر بالعدل في الحكم بين الناس. قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. وأمر بالعدل في القول، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وأمر بالعدل في الشهادة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأمر بالعدل في الشهادة حتى مع العدو، فلا تحملك عداوته على أن تشهد عليه شهادة زور. وأمر بالعدل في الشهادة للأقارب أو على الأقارب: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وأمر بالعدل بين الزوجات، والعدل بين الأولاد، والعدل بين الناس، وحرم الظلم، حرم الظلم ونهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتوعد الظالمين بأشد الوعيد، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وهو ثلاثة أقسام: قسم الأول الشرك، لأنه وضع للعبادة في غير موضعها. قال الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم المراد به هنا الشرك، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الآية قال: إنه الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم عظيم، لأنه وضع للعبادة
في غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله لا يغفر للمشرك، فظلم الشرك لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحرم الجنة على المشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنوع الثاني ظلم العبد لنفسه، ظلم العبد لنفسه، وذلك بالمعاصي التي هي دون الشرك. فالإنسان إذا عصى الله فقد عرض نفسه للعقوبة ووضعها في غير موضعها. كان الواجب عليه أن يزكي نفسه بالطاعات، كان الواجب عليه أن يزكي نفسه بالطاعات ويجنبها المحرمات. فإذا عصى الله بترك واجب أو فعل محرم فقد ظلم نفسه، حيث عرضها للوعيد وللعقوبة، ونفسه أمانة عنده يجب عليه أن يحافظ عليها وأن يعمل لها ما يصلحها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا الظلم الذي بين العبد وبين نفسه هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه بقدر ما حصل منه من المعاصي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا تحت المشيئة إذا كان من الكبائر التي دون الشرك، وإن كان من الصغائر فإن الله يكفره بالصلوات الخمس ويكفره بالأعمال الصالحة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والنوع الثالث ظلم الإنسان لعباد الله، ظلم بين العبد وبين غيره من الناس في دمائهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. فظلم العباد يتنوع وبعضه أشد من بعض. أعظم ذلك في الدماء، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والأعراض، قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وكذلك الظلم في الأعراض بالكلام السيء والشتم والسب، وأشد من ذلك التكفير والتفسيق. إذا قال لأخيه: يا كافر، يا فاسق، يا عدو الله، وهو ليس كذلك، رجع كلامه عليه
رجع إثم كلامه عليه والعياذ بالله. فهذا من ظلم الأعراض وحقوق الناس لا بد من القصاص فيها. لا تسقط المظالم التي للناس عليك إلا بأحد أمرين: إما أن يسمحوا عنها، إما أن يسمح المظلومون عن ظلاماتهم، وإما أن يقتص منك يوم القيامة لهم وترد عليهم مظالمهم. وكذلك الظلم بين الزوجات، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وكذلك الظلم بين الأولاد بأن يعطي بعضهم من المال ويحرم بعضهم، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك الظلم، ظلم الناس في أموالهم، وذلك بأخذها بغير حق، سواء أخذها بالسرقة أو بالغصب أو بالنهب أو بالخديعة والمكر أو بالمعاملات المحرمة أو بالخصومات الفاجرة، فإن أموال الناس محترمة إلا من أباح الله دماءهم من الكفار والمرتدين، وإلا فدماء المسلمين والمعاهدين دماؤهم وأعراضهم وأموالهم محترمة لا يجوز الاعتداء عليها بحال من الأحوال. وبعض الناس إذا خاصم عند القاضي وكذب وزور وحكم له القاضي يظن أن حكم القاضي يبيح له ما حكم له به. وقد قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: سيد الحكام، أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وجاء في الحديث: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، وهو عليه غضبان، ومن يقوم لغضب الله سبحانه وتعالى لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيب يعني عود من شجر الأراك، فإن الله يغضب على من أخذه من أخيه بغير حق، فكيف بأخذ الملايين وأخذ العقارات وأخذ الأراضي بغير حق؟ وكذلك أخذ أموال الناس عن طريق الخديعة والمكر والغش والتدليس. والتجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق، وإلا فإن التجار يبعثون فجارا يوم القيامة. إلا من اتقى الله وبر وصدق في معاملاته. وكذلك الظلم لمن تحت يدك، الظلم لمن تحت يدك من الدواب والأجرة. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة، في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت النار امرأة مؤمنة في هرة حبستها ومنعتها من الطعام والشراب،
فالواجب على الإنسان أن لا يظلم البهائم التي تحت يده، لا يحملها ما لا تطيق، لا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لا يضربها ضربا يؤلمها، لا يجوعها أو يعطشها، بل عليه أن يتعاهدها ويحسن إليها. وكذلك ظلم الأجرة، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه حقه، وقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. وبعض الناس يستضعف الأجرة، خصوصا العمال المستقدمين، فيجور عليهم ويظلمهم وينقصهم حقوقهم ويماطل بها، وهم فقراء مساكين مستضعفون، لهم عوائل ينتظرون منهم النفقة. فالواجب على المستقدم أن يوفيهم أجورهم عندما يوفون العمل، وأن لا يؤخر ولا يماطل ولا يبخس منها شيئاً، ويستغل ضعفهم ويهددهم بالتسفير أو يهددهم بالعقوبات وهم ليس لهم ناصر إلا الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، وتذكروا المقام بين يديه، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى، اتقوا المظالم. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فقد يؤخر الله عقوبة الظالم إلى يوم القيامة، ولو عجلها له لكان هذا أخف عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل لما أرسله إلى اليمن وأوصاه، قال له: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة ما يكون عندك دراهم ولا دنانير سدد للناس حقوقهم، ما فيه إلا الحسنات، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته وأعطيت للمظلومين، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه وطرح في النار. ويأتي يوم القيامة أناس، قال صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة أناس بأعمال أمثال الجبال، فيأتي وقد ظلم هذا وقد ضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته
فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات الآخرين فطرحت عليه وطرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحى، حتى يقاد للشاة الجلحى من الشاة القرنى، حتى البهائم يجري بينها القصاص يوم القيامة، فيقتص للشاة التي ليس لها قرون من الشاة التي نطحتها بقرونها. فإذا كان هذا بين البهائم فكيف ببني آدم؟ فاتقوا الله عباد الله، تخلصوا من المظالم، تجنبوا المظالم، تجنبوا المظالم، ومن كان عنده مظلمة فليتخلص منها وليطلب المسامحة من صاحبها ما دام على قيد الحياة قبل أن يموت وهو محمل بالمظالم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وسائر الكفرة والمشركين والمرتدين والمنافقين، اللهم شتت شملهم وخالف بين كلمتهم، وسلط بعضهم على بعض، واشغلهم بأنفسهم. اللهم كف عنا بأسهم وطغيانهم وعدوانهم وشرهم، واجعل ذلك في نحورهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ول علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح بطانتهم وجلساءهم ومستشاريهم، وأبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.